السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة روك المرأة. بما إن شاء الله غادي نقدم لكم الغريبة ديال البهلة اللي هي معروفة جدا، ما كاين شي واحد ما كيبغيش هاد الغريبة. وغادي نوريكم كيف تجيكم هشيشة وفي نفس الوقت مشققة. وكذلك هاد الغريبة راها يعني مقادير ديالها بزاف جدا، ماشي مكلفة، ما غاديش نديرو فيها كل شيء بحال اللوز وكاوكاو، ما غاديش نديرهم فيها، يعني غادي نديروها غريبة سهلة جدا. وندوزو للمقادير. بالنسبة للمقادير عندي هنايا كاس ديال الزنجلان محمر ومطحون شوية ماشي بزاف، وعندي كاس كذلك ديال السكر اللي هو سنيدة رقيقة ماشي الغليظة، في حالة كانت غليظة غادي طحنوها شي شوية. وعندي كاس ديال الزيت مائدة، عندي جوج خمارات وفاني، عندي نص رابعة ديال الزبدة هي ما يعادل 125 غرام ديال الزبدة، عندي نص معلقة ديال القرفة، وعندي شوية ديال الملح باش ننسم بها، وعندي نص كيلو ديال الدقيق اللي كيعادل تقريبا أربعة ونص كيسان ديال العنبة حتى الخمسة على حسب الكأس ديال العنبة اللي عندكم. غادي ندوز باش نخلط النواشف كاملة. أنا كنخلطها في مرة، في الأول فاني مع الخميرة مع داك القبصة ديال الملح السكر، كيف قلت لكم سنيده الا كانت عندكم حرشه ما عندكمش رقيقه، غادي تدوزوها غير شويه في مولينكس ماشي بزاف، غير شي شوي كيف كتشوفوا النواشف كامله. المهم انا هاد البهله راه درتها لكم اقتصاديه، يعني ما فيهاش بزاف ديال المقادير. الا بغيتو تخرج لكم كميه كبيره غادي تضبلوا المقادير، ما درناش فيها اللوز، ما درناش فيها كاوكاو، صراحة كتخرج كمية لا بأس بها، وحتى التكلفة ديالها ماشي يعني غالية في الثمن، يعني بسيطة جدا ما فيهاش شي مقومات لي كتيرة. هنا كيف كتشوفوا عندي هنايا الزبدة مذوبة اللي هي 125 غرام ديال الزبدة مذوباها. صافي غادي ندوز باش غادي نخلط بها. طبعا كنبسس بها كيف كتشوفوا، كنتبع كنبسس كامل حتى كنتأكد ان هذاك الطحين ودوك المواد الناشفة شربت لي الزبده. وغادي نوريكم الطريقه كيفاش غديروا. غادي تجيبوا الحكاكه اللي هي كتعرفوا الحكاكه ديال مطيشه وخيزو هي هذه، وغادي تبقاو كدوزوا منها هذاك الخليط باش كتاكدوا ان هذاك المواد اللي ناشفه كامله تبسست بالزبده. صافي كنبقاو غاديين بهذه الطريقه حتى كنكملوا الكميه كامله، ومن بعد كندوزوا باش كنبداو نزيدوا داك الزيت بالتدريج. هنا عندي كاس ديال الزيت كيف كتشوفوا، كنبدا كنبسس بيه، كنبقى كنبسس بيه حتى كنكمل داك الكاس. صافي انا بالنسبه لي هنا على حسب الطحين اللي عندي هزت ليا كاس فقط، ممكن نتوما تهز لكم اكثر او اقل على حسب يعني الطحين شحال غادي ديرو. هنا انا هز ليا كاس كيف قلت لكم، راه كتجي صراحه المذاق ديالها نفسه ديال البهله العاديه اللي فيها اللوز، وكنحسش كاين شي فرق كبير في المذاق، حتى هذه كتجي زوينه صراحه. كيف كتشوفوا هنا ما بقاتش محتاجه ان نزيدها الكميه ديال الزيت، هنا كتكون مفتته كيف كتشوفوا، ولكن راه كتجمع. صافي هنا درت الطاوه ديالي، درت فيها ورق الطبخ، ولا ما عندكمش ورق طبخ ماشي مشكل، لان اصلا اي حلوه كتكون فيها الزبده فماشي اشكاليه، يعني ماشي غتحتاجوا ليها الورق. كندوز على هذا الشكل كنشكل الكويرات. هنا تقريبا الكوره ما كتعداش 30 غرام. انا بالنسبه لي هنا كندير عيني ميزاني، نتوما تقدروا تستعنوا بالميزان او ديروها عينيكم ميزانكم يعني. صافي كنبقى كنجمعها بايدي، ومن بعد كنبقى كنضغط عليها باش ما يجوش فيها التشققات، كنضغط عليها باش كتلصق هذيك العجينه. وهي ما نقدرش نقولوا لا عجين، يعني هي خليط وصافي، لان ما فيهاش لا بيض لا حتى حاجه، يعني راه ماشي عجين كيف كتشوفوا. بهذه الطريقه كنبقى كنديرها على شكل لولابي ما بين ايدي،
ومن بعد كنضغط عليها غير واحد شويه، ما كنضغطش عليها مزيان، غير واحد شويه صافي بحال هكا، وكنبقى غاديه بنفس الطريقه حتى كنكمل الكميه كامله. ضروري البنات كتجمعوها في الاول بايديكم بحال هكا، بحال شكل يعني بحال شكل انكم كتضغطوا عليها صافي، حتى كتاكدوا انها ما بقاش فيها التشققات، ومن بعد كدوزوا باش كتلولبوها داخل اليد على شكل كره، وكتجو من الفوق كتضغطوا على هذيك الكره واحد شويه ماشي بزاف صافي، وكتشكلوها وكتحطوها. الا عندكم الطاوه ديال البهله تقدروا تستعنوا بيها، صراحه انا عندي الطاوه لكن ما كنستعملهاش، كتجيني عادي يعني ماشي شي لا فرق، فكنفضل انني نديرها بايدي وصافي. كتبقاو غاديين بهذه الطريقه اللي قلت لكم البنات، كتكملوا الكميه. بالنسبه للطياب ديالها انا دابا في هذه اللحظه وانا كنشكل في الكويرات راني شاعله الفران غير من الفوق فقط، العافيه النار ديال الفوق وناقصاها يعني مخليها تقريبا 180 درجه. كيكون الفران سخن مزيان وكندوز باش كندخل ليه الحلوه، كنشعل عليها من الفوق ما كنشعلش لتحت، كنشعل الفوق فقط في الاول حتى كتشقق ليا الحلوه. هي اصلا اول ما كتشقق فكتبدا كطيب، يعني راها كطيب ملي كتشقق كيدخلها الطياب، من بعد ما كتشقق ليا صافي وكتبان ليا راه نشفت ووقفت ودخلها الطياب، كنهبطها باش كنطيبها شويه من التحت ديالها، يعني ماشي كطيب غير كتحمر واحد شوي صافي. اما هي راه في الاول كطيب، لان كيف كتشوفوا راه ما فيهاش شي حاجه اللي محتاجه انها تطيب، بحال غير داك الطحين راه كيتحمر وصافي. كيف قلت لكم السر باش تنجح ليكم البهله هو الطياب ديالها فقط، ما كاينش شي اسرار اخرى، يعني راه كل شيء المشكله اللي كتواجهوها كتواجهوها في الطياب. ضروري انها تطيب من الوجه الفوقيني، واي نوع ديال الغريبه كيجي مشقق ضروري كتكونوا شاعلين عليه في الاول النار ديال الفوق. كيف قلت لكم الفران كيكون سخون في الاول، ومن بعد فاش كتدخلوا ليه الحلوه راه كيبقى فقط على درجه ما بين 160 حتى 180، يعني ما تكونش ما تزيدوش في الدرجه او ما تزيدوش في الحراره ديال الفران صافي. هنا من بعد ما كملتها كيف كتشوفوا الكويرات انا درتهم فقط عيني ميزاني، وغادي ندوز باش غادي ندخلها الفران، ومن بعد ما غادي تطيب غادي نوريها لكم. طبعا كيف قلت لكم نطيبوا الوجه الفوقاني هو الاول، هنا كيف كتشوفوا من بعد ما خرجتها من الفران يعني البنات راه كتجي صراحه مشققه بزاف كيف كتشوفوا التشققات. بالنسبه لي انا هنا ما جاش اللون ديالها غامق بزاف، لان طبعا عارفين ما فيهاش كاوكاو ما فيهاش اللوز، فقط فيها كاس ديال الزنجلان. هي هذه البنات كدرا كتجي محمره وزوينه صراحه، حتى انها كتجي هشيشه بزاف، وكيف كتشوفوا التشققات راه باينه بلا ما نقول لكم. راه قلت لكم السر ديالها هو الجهه الفوقينيه ديال الفران، يعني ضروري كطيب الفاصل الفوقيني قبل التحتيني حتى كتشقق، وكطيب عاد باش كنزلها باش كتاخد داك اللون الذهبي من التحت وصافي. كيف كتشوفوا البنات راه شيشه شيشه بزاف صراحه، انا ما كاينش الصوت لانني دايره لها المونتاج، ولكن راه المهم راه كتبان ليكم، هانتو شفتوها كيف كتفتت وجات مشققه صراحه وبنينه بزاف وسهله واقتصاديه. كنتمنى يعجبكم هذا الفيديو، الى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله.